زي ما تعودنا مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر، دايما كده في نافذة مفتوحة يوميا على مهرجان العالمين الجديدة، موعد كده مع الجمال والسحر، والمهرجان اللي فعالياته مستمرة ومتنوعة ما بين فعاليات رياضية وترفيهية وثقافية. تعالوا مع حضراتكم نروح دلوقتي على الهواء ونشوف فعاليات اليوم مع زميلنا العزيز كريم بيبرز. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا محمد، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا فعاليات مهرجان العالمين الجديدة لا تتوقف، النسخة الثانية الحقيقة من مهرجان العالمين الجديدة مليئة ومتميزة ومتنوعة. هو ده الاختلاف الحقيقة دايما، ان احنا بنحاول في مهرجان العالمين دايما بيحاول يظهر الصورة المختلفة والمتميزة. النسخة الأولى كانت عملت نجاح كبير جدا، النسخة الثانية تميزت بتنوع النشاطات، يعني بنتكلم عن نشاطات رياضية، ترفيهية، ثقافية، كل أنواع النشاطات موجودة، ولكن الحقيقة كمان إن هي مقسمة، جزء خاص بالنشاطات الترفيهية، جزء خاص بالحفلات الموسيقية والتراث، جزء خاص بالفسحة العادية خالص لأي حد ممكن يجي الحقيقة ممشى العالمين الجديدة. الحقيقة إحنا كلنا حضرنا آخر الأسبوع اللي فات حفل كبير للنجم الهضبة عمرو دياب، الحقيقة اللي كان عليه إقبال كبير جدا جدا من كل الفئات العمرية. الحقيقة إن إحنا اتكلمنا كمان يمكن عشان عمرو دياب ليه شعبية مش بس محلية لكن شعبية عربية وعالمية، لقينا إقبال من وفود الحقيقة عربية موجودة، ولما اتكلمنا معاهم الحقيقة شفنا قد ايه هم كانوا مبسوطين جدا جدا بالعالمين الجديدة، سواء اللي جه قبل كده وعارف يقارن ما بين قبل كده ودلوقتي وقد ايه الاختلاف باين وظاهر، او اللي اول مرة يجي والناس اللي كانت اول مرة تيجي عشان عمرو دياب لكن قررت ان هي تقعد وتكمل تكمل بقية اجازتها الحقيقة في العالمين الجديدة. الحقيقة اتكلمنا معاهم ورصدنا ردود افعالهم، سواء كانوا من الكويت، من السعودية، من مصر، من حتى من صربيا، من يعني وزير السياحة كان بيتكلم على 104 جنسية مختلفين الحقيقة وصلوا للعالمين الجديدة في خلال الفترة دي. بس هنتكلم 104 جنسية، يعني نتكلم ما يقرب من 50 أو أقل من 50% بشوية من جنسيات العالم قدروا أن هم الحقيقة أو شدتهم العالمين الجديدة بفعالياتها المختلفة وتحديدا مهرجان العالمين الجديدة. يمكن من أهم الفعاليات كمان اللي كانت موجودة خلال الفترة اللي فاتت ولسه مستمرة هي الفعاليات الرياضية، وتحديدا اللي بتتلعب على الشط، وده كان المختلف الحقيقة أنه لأول مرة يحصل في مصر يكون في بطولة موجودة على الشط مباشرة، لكن ممكن تبقى كرة قدم، ممكن تبقى كرة سلة، ممكن تبقى فولي، كل ده ما زال موجود، وكان آخرها الحقيقة واحد ضد واحد 1-1. الحقيقة أنه دي كانت من أهم البطولات اللي موجودة، وكانت الناس أي حد يقدر يشارك فيها الحقيقة، مش محددة على ناس معينة، اي حد حابب كرة القدم وبيحب كرة القدم لتاني مرة كانت تتعمل في مهرجان العالمين الجديدة بيروح يقدم برسوم رمزية جدا جدا، بيشارك في البطولة وبيبقى ليه مكسب في النهاية جايزة مالية. دي كانت بتتلعب على الشط مباشرة، بالاضافة كمان للالعاب ذوي الهمم اللي كانوا موجودين سواء في كرة السلة او كرة الطائرة. لكن من الحاجات المهمة جدا، يمكن احنا كنا بنتكلم الفترة اللي فاتت وكلنا رصدنا التطور الكبير جدا في البنية التحتية للعالمين الجديدة وتطور مصر بشكل عام في الملف الخاص بالطرق. مصر اتطورت في الطرق الحقيقة وطلعت لمراكز عالية جدا عالميا الحقيقة، وده اللي خلى من أهم المسابقات اللي موجودة في العالمين الجديدة عشان الطرق بقت أحسن في البنية التحتية، تحديدا الطرق الحقيقة الأسفلتية، انه بقى فيه أكتر من فعالية للعربيات ومسابقات العربيات. يمكن احنا حضرنا امبارح واول امبارح مسابقة ريفت اب. ريفت اب الحقيقة دي مسابقة للدريفتنج للعربيات، معمول تراك مخصوص ليها هنا في العالمين الجديدة. الحقيقة شفنا يعني كمية عربيات مذهلة الحقيقة وجميلة جدا جدا من كل حتة برضو الحقيقة، لكن اكتر ناس كانت مميزة الحقيقة موجودة هنا في مصر والاردن، عشان هي مميزة جدا بفكرة الدريفتنج بالعربيات، وشفنا ناس من العراق، وشفنا ناس من سوريا، شفنا ناس من بره العربيات، و الدريفتنج كانت مسابقة جميلة جدا جدا ولسه مستمرة. لكن احنا كمان على انتظار وكلنا في انتظار الحقيقة واحدة من اهم المسابقات الخاصة بالعربيات، ولكن تحديدا هيبقى اسمه اسبوع الموتور بايك. الموتور بايك ده هيبتدي هيتجهز له 15 و16/8، هيستمر تقريبا اسبوع او 8 ايام لحد 24/8. دي من اهم الفعاليات اللي هتكون موجوده في العالمين الجديده. منها طبعا هيكون في سباق عربيات جوه العالمين الجديده، هيكون فيها سباق دريفتنج، هيكون فيها كمان سباق للموتوسيكلات، هيكون فيها سباق للعجل. لكن المميز فيها الحقيقه برضو
لأنه هتكون جايبة ناس من كل حتة في العالم، وهتكون كمان الحقيقة فيها بطولات، ومنها ممكن تتأهل بعد كده لحاجات عربية وبعد كده حاجات عالمية. فدي كل محبي وعاشقي السيارات والمواتير بشكل عام، فكرة الموتور عامة سواء كان يعني هو موتور ويك للعربيات أو موتوسيكلات، هيتبسط معانا جدا في مهرجان العالمين الجديدة من 16/8 لحد 24/8. كمان استمرار الفعاليات المختلفة بقى، فعاليات ثقافية وترفيهية، بنتكلم على المسرح اللي تم إنشاؤه الحقيقة واشتغل بالفعل المسرحيات في المنطقة الترفيهية. حضرنا مسرحية الشهرة، حضرنا مسرحية السندباد للفنان الكبير كريم عبد العزيز، كانت آخر يوم امبارح الحقيقة خميس وجمعة وسبت كان عليها إقبال كبير جدا، وكانت مهمة لعودة الفنان الكبير كريم عبد العزيز للمسرح تاني، ناس كتير كانت منتظرة الحقيقة عودته للمسرح. كمان الفعاليات الخاصة بالسيرك القومي لسه مستمرة تقريبا يوم ويوم لأ على الممشى السياحي والمنطقة الترفيهية، بنتكلم على فعاليات بقى خاصة بفرق الرقص الشعبي، الفنون الشعبية الفولكلورية، الفنون الثقافية، بنتكلم عن فرقة السمسمية من الإسماعيلية، بنتكلم على فرقة غناء من بورسعيد، بنتكلم على السيرك. يمكن مميز قوي موضوع السيرك ده الحقيقة، كل مرة بلاقي عليه إقبال جميل جدا جدا، عشان بنلاقي تفاعل من كل اللي موجودين، فاللي بيجي بتيجي العيلة كلها مع بعضها، بنلاقي تفاعل للأطفال مع السيرك وفكرة فقرة الساحر، بنلاقي تفاعل للكبار وانبساط بالفرق الشعبيه اللي موجوده زي فرقه الاسماعيليه السمسميه تحديدا والغناء المختلف. واحلى حاجه في الموضوع انه الناس بتشارك الحقيقه في العروض، وبتكون جزء من العرض، مش بس متفرجه عن مش بس بتتفرج على العرض، لكن بتكون جزء منه. دي من اهم الحاجات. كمان الحقيقه الحفلات الغنائيه زي ما كنا بنتكلم على النجم الكبير عمرو دياب، كمان في نهاية الأسبوع ده زي ما مهرجان العالمين الجديدة عودنا إنه بنهاية كل أسبوع في نجم أو نجمين بيكونوا موجودين الحقيقة في اليو أرينا في الناحية التانية، ودي من الحاجات المميزة جدا اللي كانت تكلموا فيها الحقيقة الناس اللي جم مهرجان العالمين الجديدة، فكرة التنظيم، إنه فعلا بقى في جزء المنطقة الترفيهية، جزء الناحية التانية للحفلات الغنائية عشان نخفف الازدحام. فكلنا في انتظار الجمعة الجاية لمسار إجباري وحمزة نمرة هيكونوا موجودين في اليو أرينا، ده جزء من الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة. برجع لكم مرة تانية. يعني كريم بنشكرك جدا يا كريم، يعني وفيت كل جوانب المهرجان، وزي ما انت قلت العنوان الرئيسي للنسخه الثانيه من مهرجان العالمين الجديده هو التنوع والاختلاف ما بين كافه الانشطه الرياضيه والثقافيه والترفيهيه، وكمان انها انشطه متاحه لكل المصريين بكل الشرائح الاجتماعيه والاقتصاديه. مهرجان مميز جدا، وضع العالمين على يعني خريطه السياحه الاقليميه والدوليه. بشكرك مره ثانيه، بقول لك صباح الخير.